Espectadores, que las puertas del estadio se abren 2 horas antes de cada partido para su comodidad. صافية رائعة جو كورة اليوم جو كورة يا جماعة لو كنت مكان لاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة أوه يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة منتظر كرة قدم ممتعة اليوم ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين يكون فيها أهداف فيها متعة فيها إثارة فيها مستوى عالي فيها كورة اليوم نتواجد وإياكم في مدينة ميلانو وتحديدا في ملعب سان سيرو الشهير الملعب اللي يعد واحد من علامات كرة القدم البارزة والشهيرة جدا لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه ليفاندوفسكي جيليك ديبالا لمسة على اليسار ليفاندوفسكي قراءة ممتازة من الدفاع تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب ضربة من كيسي الكرة ملعوبة من مسافة إيبانيس حتى الآن بدون أهداف روبرت ليفاندوفسكي ديمبلي بعيدة تماما عن المرمى مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف بريسنج ونجح في استعادة الكرة بوسكيتس ديمبلي كيسي بينية جميلة يلعب كرة على اليسار كرة راسية وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما كان أمام المرمى مباشرة بصراحة كان عليه هو أن يسجل الذي حدث هنا عثمان ديمبلي ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا انخطفت الكرة يلعب ضربة راسية الله يا ولد يا ولد يا ولد لقطة غير عادية الله الله
الكبار في الفريق يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول في المرسال 9. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. هل ينجح في المرور؟ احتفظ بالكرة في مكان لا يجب أن يحتفظ فيه بالكرة. هنا يجب أن يسدد، أن يضرب، أن يخلص. ليفاندوفسكي. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. كيسي. ديمبلي. La asistencia a este partido asciende a 80.607 espectadores. إيبانيس يفقد الكرة تحت الضغط. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. بطاقة صفراء كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. أنسو فاتي، بينية رائعة، كرة تمر من الجميع والدفاع يبعدها. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت ديمبلي، وكرة في اتجاه المرمى. جول. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. سيتم التبديل الآن. الدورسال 7. الآن النتيجة 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. بيليغريني. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. تمريرة جميلة. يبحث عن المهاجم. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. Cambio de jugadores. ليفاندوفسكي يلعبها لمنطقة الخطر. Habrá 3 minutos de descuento. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يشتتها بعيدا وانتهى، انتهى، انتهى المشوار. حققوا الفوز بعد أداء رائع في كل الخطوط. ليفاندوفسكي كما كان متوقع أن يفوز بجائزة.